طب النهارده البنى بتاع فريق في كره السله ما بين مش بتاع يوم وليله، المعروضين في السوق اساسا عشان تدعم بيها الفريق بتاعك العدد بتاعه محدود، وكل فريق عنده نجوم ومحتفظ بيهم. اذا النهارده انا لما اركز صفقتين من العيار الثقيل اللي هم جبناهم في الاخر من نادي الجزيره، عمرو الجندي وعمر طارق بالظبط كده اهو، دبل الاضافه الثالث برضه احمد حمدي طبعا اللي كان صورنا دي صفقات كره السله. فبالظبط يعني احنا فوجئنا باحمد حمدي وكمان كان ومهيب ومهيب ومودي من مصر التامين. اذا يعني انت بتتكلم في حوالي اللي موجود والاحسن انا بجيبه على طول. واعتقد ان جميع الخبراء بتاع كره السله اجمعوا ان اللعيب المحترف الامريكي بتاعنا أليكس يعتبر في أحسن. وجهه نظر انه احسن محترف صحيح. في الدوري السوبر وتم التجديد معاه ده بضيف للتدعيمات اللي تمت السنه اللي فاتت هيبقى مين واكتر من لاعب ايضا عبد الفضيل والبحيري من الاول، وده بالاضافه بقى لنجومك اللي هم شايلين الفريق بتاعك اللي بقى لك خمس ست ابراهيم الجمال ومودي جرحي مش عايزين ننسى حد يعني ناس كتيره وابو الفضل يعني اكتر من واحد والسلعه وربنا يشفيه باذن الله وسيف سمير وانا خايف انسى حد لكن اللي انا عايز اقول احنا عارفينهم يعني اللي ايه النجوم الموجودين يعني افهم من كلامك كابتن رؤوف ان بناء فريق كره سله حضرتك شايف اللي احنا شايفينه برضو انه صعب والمتاح في السوق بيبقى قليل، والسنه دي النادي زي ما بيقولوا دخل بتقله جامد جدا في صفقه عمرو وعمر طارق لانه كانت يعني احنا شفنا المفاوضات راحت وجات كتير، فافهم من كلامك انه البناء بياخد سنه ورا الثانيه ورا الثالثه، صح يا كابتن الكلام اللي انا بقوله؟ صح. طيب ونرجع بقى مع بعض كده الموسم اللي احنا فيه ده. تمام. بالرغم ان نادي الاتحاد السكندري يعني امتلك مجموعه من اللاعبين على مستوى عالي جدا، لكن هتتذكر معايا مباراه المرتبط مع نادي الجزيره كان النادي الاهلي متقدم 7 بونت وكان فاضل 14 ثانيه. يعني كنا قاب قوسين او ادنى ناخد البطوله. هنبص الماتش بتاع الكاس لغايه اخر ثانيه كوره على ايد اليكس وبيرمي ثلاثيه لو نزل في الباسكت خدنا الكاس. كوره قعدت تتنطط على الحديده وفي الاخر طلعت بره. كنا قريبين اصل حضرتك احنا قاب قوسين او ادنى كنا ناخد الكاس. النهارده برضو في الماتش اللي هو بتاع البلاي اوف بتاع السوبر الماتش الرابع كنا 2-1 وكنا قادرين ناخد نبقى 2-2. عايز اقول لحضرتك ان الدنيا قريبه يعني في توفيق وعدم التوفيق، لكن انت عملت نتيجه قريبه جدا على حسب التخطيط السليم. طيب في بعض المراكز اللي فيها ديفوهات الجهاز الفني هو اللي بيحدد لنا احتياجاته ايه واحنا بننطلق في المفاوضات والحمد لله يعني ربنا كرمنا بفريق اعتقد برضه يعني عايز اقول لحضرتك كل حاجه راجعه للتوفيق وعدم التوفيق صحيح. عشان برضه ايه ما نعملش نوع من الضغط على اللاعبين والمجموعه لان دلوقتي كل الجمهور بقى فيه نوع من الضغط عليهم وده بيجيب اثر عكسي